لما اتكلمت مع حضراتكم في بدايه الحلقه وكنت بتكلم عن ثروه مصر الكرويه ما كنتش ببالغ لانه انتم عارفين النهارده انه رياضة يعني فلوس كتيره جدا اتمان اللاعبين تدريبات تدريباتهم اجهزه الفنيه معسكراتهم البطولات اللي بياخدها الانديه كل ده بيترجم في النهايه لمبالغ ماليه طائله ولما اتكلم عن الكرة تحديدا في الاهلي تعرفوا بحجم انجازاته وبحجم بطولاته وبحجم تاريخه وبحجم مشاركاته انه يمكن يكون البطل الاول على مستوى القاره وعلى مستوى مصر دي حاجه او حقيقه مش محتاجه نقاش ومش محتاجه اثبات وعلى مستوى المنتخبات كل ما بنطمن كل ما بنشوف انه الاهلي كويس وانه لعبته كويسه بينعكس يعني ده مردوده على منتخبات مصر في مراحلها المختلفه بشكل ايجابي وبالتالي لما نبص الموسم الاخير ونشوف حجم الاصابات وكم الاصابات اللي تعرضت ليها لعبت النادي الاهلي هنا لابد ان احنا نقف ونحط علامه استفهام القصه قصه أه 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 تلاحم مواسم ولا قصه قصه احمال زياده ولا القصه قصه, قصة أه 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 مسابقات ولا قصه قصه ضعف في العضلات ولا قصه قصه ايه بالظبط وهنا لابد ان احنا نسال المتخصصين ونرجع لاهل العلم ايه راي الطب الرياضي في اللي حصل وازاي نتفاداه عشان ما يتكررش مرة تانية بشرفنا دكتور محمد يحيى أستاذ أستاذ دكتور محمد يحيى رئيس قسم جراحة العظام والطب رياضي بكلية الطب بجامعة الأزهر ضيف علينا في السادسة مساء الخير يا دكتور مساء الخير أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين أهلا بيك يا دكتور محمد بداية قبل ما أدخل في التفاصيل ونعمل أو حضرتك تدينا بقى التشخيص والتقييم ونوصل لمرحلة روشتة العلاج خليني أعرف من حضرتك على مستوى التطبيق وعلى مستوى الناحيه العلميه اين يقف الطب الرياضي في مصر سنين طويله جدا وانا صغير بشوف انه معظم الاصابات اللي كانت بتحصل بتسافر بره مصر بتروح غالبا اوروبا عشان تتعالج وتعملها برامج تاهيل وترجع هنا تاني تعمل استشفاء ليت لي بقى كمان الكلام ده بيحصل في بعض الدول الخليجيه عايز اعرف قصه الطب الرياضي في مصر الى اين وصلنا على مستوى التكنولوجيا على مستوى الاعداد وما عنديش شك انه الكادر الطبي والعلمي على اعلى مستوى بس اخد من تقييم مبدئي كده طبعا بيشرفني وجودي معاكم احب ابسط مفهوم الطب الرياضي للناس هو الطب الرياضي بيعمل على بيستهدف ان هو يعمل على الارتقاء بالمستوى البدني للناس بغض النظر بقى رياضي ولا مش رياضي بس كلنا اللي, اللي عايزين نرتقي بالمستوى البدني طب المستوى البدني ده عشان نرتقي بيه محتاجين كل التخصصات الطبيه فبنحتاج ايه لو عنده مشاكل يعني تحاليل محتاجين نبص على تحاليل تقوسات محتاجين نبص عليها فالطب الرياضي ده بيهدف الى الارتقاء بالمستوى البدني بس بقى لما نيجي نتكلم على يعني خاصه على مستوى الرياضيين وعايزين نبص عليه على مستوى الرياضيين في الرياضات التنفسيه لا له اهداف كثيره م. واحد منها طبعا الارتقاء بالمستوى البدني ده في منتهى الاهميه، اثنين لازم يتحط برامج للوقايه من الاصابات وده حاجه عالميه معمول بيها، دي في منتهى الاهميه ويمكن احنا لسه بعيد عنها كتير ونامل انها تبدا تدخل في بلدنا. لسه بعيد عنها من ناحيه التطبيق ولا من ناحيه الموارد البشريه والامكانيات البشريه اللي ممكن تقوم بالدور ده؟ الموارد البشريه موجوده، الاجهزه موجوده، الفكر نفسه. الفكر نفسه اه يعني حضرتك بتعمل برنامج يعني توعيه جامده ما أي. شاء الله يعني انت بتبدا تحط ايدك على نقطه م. انت عايز تعمل توعيه فالتوعيه دي لما لما الناس تفهمها هتتجه اليها ايوه لان لانها مش اختراع مصري لا ده اختراع عالمي ايوه اللجنه الاولمبيه الدوليه بتعمل مؤتمر كل ثلاث سنين في نسخته السادسة كانت السنه اللي فاتت اسمه المؤتمر اسمه مؤتمر اللجنه الاولمبيه الدوليه للوقايه من الامراض والاصابات الرياضيه تمام هو اسمه كده أي. فايه ففي 6 3 بشكل بشكل دوري يعني بقاله 18 او 19 سنه عشان هو اتاجل سنه 19 أي. سنه اول مؤتمر عقد فبالتالي ده تارجت وهدف رئيسي للجنه الاولمبيه الدوليه م. يعني هدفه وطلعوا بره من ساعه ما طلعت بره المنشطات لان المنشطات دي قضيه ثانيه مكافحه المنشطات ده جزء برده من الطب الرياضي أيوه. فطلعوا بره المنشطات اللجنه في مصر هنا موضوع يعني قال لك كبر دماغك بلا منشطات بلا بتاع مع انه في العالم كله معمول بيها في كل البطولات الكبرى بيبقى في في كل الرياضات مش بس كره بس هي ان شاء الله دخلت مصر وبقوه الفتره الاخيره أيوه. اعتقد اعتقد السنه دي هتبقى هيتم يعني تطبيقها اه ان شاء آه. الله يعني يبقى في كشف على ال... اه ان شاء الله في كل المنشطات في يعني ان شاء الله هي طبعا هي طبعا الـ الـ يعني بقى هدف رئيسي. تمام دايما في 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 اي مجال طبي يعني بيقولوا دايما انه الوقايه خير من العلاج، مفترض انه وخصوصا طبعا لما اكون بتكلم على انديه محترفه إدارتها بتصرف يعني مئات الملايين على نشاطات رياضيه مختلفه وبالتالي اللعيبه دي هي ثروه، ثروه للانديه وثروه ايضا للمنتخبات الوطنيه وبالتالي مهم جدا اعرف الخطوات الاولى الواجب اتباعها عشان اعمل جزء الوقايه ايه المطلوب مني وخصوصا مع انه انا يعني بحط في الاعتبار انه في فروق فرديه وفي فروق جماعيه فروق فرديه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى نوع الرياضه وفروق جماعيه على مستوى المشاركات لما اجي اقارن الاهلي مثلا كنادي في مصر مش ممكن اقارنه بعينه مع اي نادي تاني لانه عدد مشاركاته وعدد بطولاته وعدد المباريات اللي بتاخدها لعيبته اكبر بكتير جدا من اي لاعب تاني وبالتالي ازاي اعمل او ازاي اقيم أو أحط البرنامج اللي من خلاله أعمل الوقاية للاعبتي من درجات الإصابة المختلفة. هو لازم الأول خالص يكون في خطوة، الخطوة دي مش موجودة وأتمنى تبقى موجودة. في النادي الأهلي وفي كل الأندية لازم يعني كبرى أو كل الأندية تبقى موجودة. حاجة اسمها بري بارتيسيبيشن إكزامينيشن بمعنى اختبارات قبل ممارسة الرياضة من الأول خالص. طبعًا. أو أنت هتجيب لاعب لازم تعمل له اختبارات، الاختبارات دي بتبقى إيه؟ ده بتبقى في أجهزة حديثة. ممكن بعد لاحظت بس ده بيحصل انا اعتقد انه اي لا اي صفقه بيبرمها اي نادي في مصر وخصوصا الاهلي بيبقى بيخضع لاعب للكشف الطبي الكشف الطبي حاجه كشف الطبي حاجه والاختبارات دي حاجه ثانيه خالص عضله عضله عضل بتتمسك مفصل مفصل بيتمسك القوه بتاعته لعيب بينط بينط قد ايه سرعته قد ايه دي قياسات بدنيه أي. ولازم يكون عندك سيستم إلكتروني موجود وده مش أي. موجود الحاجات دي بتتم عن طريق أجهزة طبعا أجهزة طبعا الأجهزة دي موجودة عندنا في مصر؟ موجودة في مصر وفي أي نادي في مصر أو أندية؟ في بعض الناس بتعمل في بعض الناس بتعمل آه. 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 في بعض الناس بتعمل أي. حاجات فردي ايوه حاجات فردي بس مش حاجه فكره عام فده طالما حاجه بتعمل توعيه الفكره عام ده يبقى لازم تمام. ده حاجه أيوة. فكره عام مزبوط. لازم فيه حتى كمان عندنا في اختبارات قبل الممارسه لازم تشمل القلب الرياضي م. دي بدات عليها توعيه من ثلاث أربع سنين مع مستشفى النيل بيحاولوا بمنتهى القوه ان هو دخل المشروع دوت كبير أيوة. ويمكن النادي الاهلي راح عمل هناك زياره وعملوا بعض الاختبارات فده مهم لكن, لكن بتكلم على ايه ده بس للقلب الرياضي لكن بقية الاختبارات ممارسة قبل ممارسة الرياضة مش موجودة طب نيجي نتكلم ده نتكلم احنا من البيز طيب لو حد حصل له اصابة فيه عنده بيانات كامله كان بيأدي ازاي؟ هتقدر تعرف بعد الاصابه رجع ولا ما رجعش. مظبوط. لكن لو ما عندكش البيانات دي ما اقدرش اعرف. هتقول له هوب يلا. هو يعني بقى كويس. اه بقى كويس, بقى بس, كويس. بس يلا بصراحه فمش هتقدر تعرف. لكن هل استعاد حالته ما قبل ما الاصابه ولا لا؟ مفيش حاجه تقدر. ت... آه. لل... فيش للاسف مفيش دليل مادي يعني. للاسف دل... مفيش فيش أي. دليل مادي وما... وعشان كده في ناس ناس كتير بتقول ده مستواه لسه ما رجعش، هو هو لسه ما رجعش فعلا بس أي. مش بالعين. يبقى نشوفه بالايه؟ فبالتالي نعرف. عشان ميحصلوش اصابة يبقى لازم يرجع للمستوى اللي كان عليه عشان هيأدي نفس الأداء أوه. واللي هيحصل له اصابات ثانيه وده طيب. نفسر من هنا ليه اصابات ثانيه بتحصل انا هاجي لنقطه الم... هاجي لنقطه تكرار الاصابات دي نقطه وهاجي لنقطه عامل السن في التاثير على الرجوع من الاصابه هاجي ل... 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 بس دي في التفاصيل لكن خلينا نكمل حاجه كنت بتقول طيب نيجي بقى لنقطه ثانيه مثلا في تحاليل بعض التحاليل حديثه من 2014 ظهرت على مستوى العالم تحليل اسمه دي ان اي فيت اللي هو البصمه الوراثيه للانسان الرياضي تعرف البصمة. البصمة بتاعته الاستشفاء بتاعه قد ايه انت لازم مش كل واحد في واحد الاستشفاء بتاعه بيحتاج لا, 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 تفاصيل بقى تفاصيل, يعني تفاصيل. اه تفاصيل في بصمه وراثيه اه اه للرياضيين للرياضيين آه احنا هنا آه. آه منتخب مصر عمل التحليل منتخب مصر آه 2016 عمل اه كان مدير فني في الوقت ده انا مش متذكر بس <applause> انا اللي انا متذكره اول ما ظهر على العالم ظهر في 2014 ظهر <applause> في 2014 واحنا دخلنا فيه بيديني ايه بقى التحليل ده بيديك ده بيتعمل حتى مره واحده بس ده هيقول لك تاكل ايه وتقلل في ايه طبيعتك عندك قابليه للسمنه ولا لا ايوه الاستشفى بتاعك في واحد لاعب محتاج يوم في استشفاء وواحد محتاج ثلاث ايام اه فبالتالي مش كل الناس هتاخد نفس الجرعه دا دا لأ. كل ده بيتم عن طريق اجهزه يعني لا دي مسحه بتتاخد مسحة. من, من البق كده بتتاخد تاخد بتاخد 10 ثواني لما تاخد المسحه وبيتبعت التحليل يتعمل وتظهر النتيجه في خلال اسبوعين تديني ايه بقى ايه البيانات ده كتاب ده بيطلع كتاب كده. بيطلع كتاب عن كتاب عن كل حاجه بقى عنه اه فتطبقه المدرب ياخده ويطبقه واللاعب ياخده ويطبقه بالذات لو بدات يعني يعني هنا احنا بنتكلم على فرديه او خصوصيه التعامل مع كل لاعب داخل الفريق بحيدة. الواحد بشكل مختلف بالضبط يعني مش كله ممكن ياخد نفس الاعب مش كله نفس الجرعه التدريبيه تدريب. مش كله نفس طريقة الاستشفاء او برامج الاستشفاء في اختلافات ممكن صح. حسب البصمة الوراثيه دي ممكن اقدر احدد اخد المانيوال زي ما بيقولوا مظبوط هو ده العلم بقى العلم لما يدخل يبقى ايه هنرتقي طالما بنصرف ملايين يبقى الملايين اللي بتتصرف بحاجات بسيطه جنبها هتخلي فعلا ده استثمار احسن استثمار يعني لما تعمل بقى التحاليل وتشوف المشاكل اللي موجوده الحقيقيه هل هل تعلم ان في لعيبه كتير بنيجي نعملهم تحاليل فيتامين دي نلاقيه ناقص مثلا وكالسيوم وده بيؤدي الى فبالتالي محتاج منظومه كامله متكامله عشان مش تبص بقى على الاصابه أي. لا على جسم الصحه ترتقي بالصحه تقلل, تقلل الاصابه تقلل الامراض يعني مش نظره فبالتالي محتاج كمان تعمل فايل الكتروني ايوه يعني جه الوقت اللي لازم يبقى في فيه فايل الكتروني لكل لاعب موجود حضرتك عندك وقت تتابع كوره انا بتابع انا بحب الاهلي فبتابع دايما طب هاي دي بقى اكيد أه. تابعت الكم الكبير جدا من الاصابات اللي تعرضت لفرقة النادي الاهلي الموسم ده وده كان يعني المدخل الرئيسي لينا ان احنا نفكر في ان احنا نطرح ملف الطب الرياضي في مصر ونتشرف بمقابله حضرتك هل يعني حضرتك بتشوف الثلاث مواسم الاخيره كلها على بعضها باكج واحد من راي طبيب طبعا ومتخصص هل القصه قصه فعلا تلاحم مواسم وانه مهما كان جوده التكوين العضلي او الجسدي للاعبه الكوره في عندها قدره معينه وبصرف النظر عن سنها وبصرف النظر هل في عندها قدره معينه او في مينيمم معين لل او ماكسيمم معين للاعب عدد مباريات يقدر يلعبه في الموسم الواحد هل الاسباب مرتبطه بفكره تلاحم المواسم وامتدادها هل الاسباب مرتبطه بعدد او كثره عدد الماتشات اللي لعبتها لعبت الاهلي في الثلاث مواسم الاخيره هل القصه مرتبطه بالاحمال وعايز افهم حضرتك ايه قصه الاحمال دي لانه انا من خلال المحللين كتير أه وطبعا انا مش خبير أه أه سمعت السيناريوهات مختلفه، ناس بتقول انه تفاوت الاحمال او الاجازات الكتير اللي بتاخدها اللعيبه في نص الموسم في محاوله لراحتهم كانت هي واحده من اهم اسباب الاصابه، في ناس ثانيه تقول لا والله ده كان شيء مهم جدا ومطلوب لانه اللعيبه دي ما خدتش فترات راحه سلبيه على مدار ثلاث مواسم وبالتالي كل ما يكون في فرصه انك انت تريحهم من الاجهاد يبقى تديهم اجازات. ايه القصه او تفسير حضرتك ليها ماشي كان ازاي؟ طب انا هرجع للنقطه زي ما بدات. لو في فايل طبي موجود حقيقي لكل لاعب في المستوى البدني بتاعه أي. احنا احنا بنتكلم الفنيات دي تبع المدير الفني اوكي اما ما هو يمثل الصحه والمستوى الاداء يرتقي ده طب رياضي ايوه فعلا في فايل موجود فانت الفايل ده هيبقى انديكيت ان في وعرفت بقى ان في اجهاد ومفيش راحات هتعرف ان هيحصل اصابات تمام فبالتالي لازم تتدخل اوكي لازم يبقى في راحات فبالتالي من هنا احنا الفكر الاسلوب العلمي لازم تقدر من خلال الملف ده دكتور محمد تحدد العضله دي او الجسم ده يقدر ياخد كم مباراه مثلا على مدار الموسم كحد اقصى نبص بص عليك اوروبا عملت ايه مم. اوروبا اللي احنا دايما يعني بنتعلم منه. منهم خلى الموسم الرياضي الكروي 10 شهور من تمام. اول ماتش لاخر ماتش 10 شهور في شهرين بره تمام هل احنا عملنا كده لا طبعا ما عملناش كده ليه عمل كده لان في فتره راحه سلبيه ثم في فتره اعداد بدني <applause> بيشوف المستوى البدني فيه <applause> فين وصل عشان يرتقي بيه ويطلع بيه. فهم بيعملوا كده فعلا بيعملوا البرنامج <applause> البدني. ايوه <applause> يعملوا في بدايه برنامج البدني بيبقى اعداد بدني اكتر منه تك... يعني ما حتى ما بيبقاش فيه مباريات ولا مشاركات بيبقى اعداد بدني اعداد <applause> بدني مش ويبقى... فني يعني مش فني. يبدا الفني. إيه؟ الفني عشان الحاجات اللي ناقصه يبدا يركز فني قبل ما يبداوا يشاركوا مع بعض في مباريات تجريبيه. <applause> <applause> لكن البدايه اعداد بدني بعد راحه سلبيه. إحنا ما بنعملش ده أوه. لو عملنا ده أتمنى السنة دي تبقى ذات عمل يعني الأهلي عمل ده بقرار أعتقد كان مدروس قبل حتى نهاية الموسم بإنه يدي راحة سلبية لمعظم اللاعبين اللي خدوا معظم الماتشات أو المباريات اه بس هو خدها بالتقارير يعني أي. لما سمع إن دي مشاكل يعني قصدي ما بقتش روتين أوه. دي لازم روتين إجباري أيوه واحنا يعني إحنا هنتحرك في منظومة يعني مم. عشوائية فبنحاول أوه. لازم. نتفادى عشوائية المنظومة ما ينفعش يبقى فيها عشوائية لازم أي. لأن إحنا بنقول ملايين الملايين طيب. دي هتصرف عليها فلازم نحافظ عليها نحن نعشق العشوائيه يا دكتور محمد حضرتك بتتكلم في ايه أه <applause> اتمنى ذلك ثلاث مواسم يعني يجب ان يدرسوا في تاريخ الرياضه ازاي ما تنظمش مسابقات مش, مش, طيب. مش موجوده في العالم كله ما ان في دوري طيب. خلص واحد 30 8 او 30 8 غير عندنا طيب خلينا نكمل كلامنا بس تسمح لنا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه مع دكتور محمد يحيى زي بالظبط ما كنت بقول من ثواني لدكتور محمد يحيى ضيفي في السادسه ان الموضوع كبير جدا ويمكن في الجزء ما قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكره المقدمات او القواعد والاسس اللي تبني عليها فكره انجاز التعبير يعني الملف الطبي بدايه من جزئيه القياسات مرورا بالدي ان اللي اتكلمنا عليها وعدينا عليها سريعا ومحتاج لوحدها في الدي ان دي محتاج اعمل يعني حلقه كامله مع دكتور محمد يحيى بس زي ما اتفقت مع حضراتكم احنا بنتكلم النهارده في الخطوط العريضه مره ثانيه برحب بيك دكتور محمد, محمد. طيب كنا بنتكلم في ال... او الدردش اثناء الفصل حضرتك قلت لي على انه في حاجه جديده اتعملت اسمها دي ان اي فيت دي حاجه تعمل اتعملت تبع الفيفا تقريبا او اتحاد الفيفا دول. عمل حاجه اسمها 11 بلس تدريبات معينه اه دي يعني الفيلم اللي احنا اتكلمنا عليه طلع انستراكشن بوكليت كده طلعوا كتاب لما تعمل التمرينات دي معدلات الاصابه إيه؟ تقل واتعملت عليها احنا بينقصنا حاجه مهمه جدا الابحاث العلميه أي. حد بيجي يعمل ابحاث علميه على مثلا ده النادي الاهلي طلع منه ابحاث رهيبه اه تشوف معدلات الاصابات اذا يعني داتا كبيره أي. فتعرف ايه الاسباب بتاعتها معها. لازم تحليل أي. لازم تحليل الاصابات يعني يمكن برضو في الفاصل اتكلمت معاك ان في حاجه اسمها اصابه وفي حاجه اسمها تشخيص مظبوط فرق كبير الاصابه ده لازم تحليل الاصابه حصلت ليه أي. وامتى حصلت في بدايه السنه ولا في اخر السنه وكم واحد اتصفى اول السنه وكم واحد في اخر السنه وهل متكرره ولا وهل متكرره ولا مش متكرره الملعب ده ملعب ترتين ولا ملعب عادي طبيعي الطبيعي الحذاء اللي بيتلبس الميكانيزم دلوقتي بره في بعض الانديه نتمنى ده يبقى موجود عندنا كاميرا بتصور كل لاعب فلما يحصل اصابه في واحد متخصص دكتور متخصص لتحليل الاصابات يعرف الاصابه دي ازاي الميكانيزم بتاعها حصل ليه مم. هو لازم تتشاف عشان حاجه انت اللاعب ده بيصرف عليه ملايين أوه. ودي حاجه بسيطه عشان سبب الاصابه يعني الاصابه وقعت, وقعت. سبب الاصابه سبب. يساعد. عشان يساعد ولا ولا تشخيص حضرتك للاصابه هو اللي يحدد برنامج العلاج حاجتين هيفرقوا سبب الاصابه هيساعد ان انت تعمل وقايه بعد كده عشان الحاجه اللي ادت الى الاصابه صحيح. دي أوه. مفيش تعليم يتعلم أو غيره يتعلم، احنا قلنا الإصابات عشان تمنع يعني. عشان تمنع تمنع بعد دي. كده احنا بنقول إيه بريفنشن أوف إنجري وقاية منع الإصابات. آه الحاجة الثانية شكل الإصابة هيفرق معانا في, في التشخيص بدقة أكتر بدق يعني طبعاً احنا بنستخدم وسائل مختلفة أي. ولكن ممكن كده من, من أول نظرة اللاعب ده جاله كذا من أول ما تشوفه من غير ما ت... من قبل ما تحط إيدك عليه أي. بتعرف على طول شكل الإصابة نفسه بيحصل. إثنين آه أحياناً بيكون الملعب نفسه هو المشكلة أنت بتلعب في ملعب مختلف ملعب في حته نازله حته طبعا ممكن معاك في الجزء دي تحديدا في م. نوعيه الاصابات يعني بعيدا عن الاصابات العنيفه اللي هي المرتبطه باصابات الركبه المرتبطه بالاوطار او الغضاريف الاصابات العضليه تحديدا ايه بيكون اسبابها وايه الفارق في التشخيص والعلاج والتاهيل والعوده بين القطع او الشد او الاجهاد الابحاث العلميه اثبتت ان اعلى اصابه موجوده لفرق كره القدم هي الاصابه العضليه العضله الخلفيه أيوة. دي رقم واحد آه والاصابه دي ممكن تيجي منها شد عضلي مم. مزق بسيط او مزق او قطع كلي يعني قصدي فيها تشخيصات أيوة. مختلفه وهتختلف طبعا العلاج من ده لده لده آه الاسباب بتاعتها في آه سببين رئيسيين مم. ما بينهم بـ بـ الموضوع ده. واحد منهم لا دايما يحصل الاصابات دي في اول الموسم او اخر الموسم ممكن أيوة. طبعا تحصل في النص بس أيوة. غالبا بيكون في ديهايدريشن يعني يعني نقص في في المية والسوائل أيوة. واحد التغذيه بتاعته وفي الشرب بتاعه اثناء المباريات والملح والحاجات اللي بياخدها مش مظبوطه ما فيش توازن فده ده يعني في جزء ليه علاقه بالتغذيه آه طبعاً. طبعاً. لي طبعاً. طبعا طبعا والتوتر العصبي الجزء الثاني بقى نيورو ماسكولار بنسميه أيوة. واحد ما بيتدربش تدريب للنيورو ماسك توافق عضلي عصبي م. فالتوافق العضلي العصبي مهم التوترات يعني النفسيه مهمه يعني ياخد قرار والعضله تخونه فيه اه تنفيذ قرار تاني آه خلاص آه الذهن بتاعه كمان راح يعني أي. اجهاد بقى احنا لسه بنتكلم على الاجهاد ايوه ده بالذات بتيجي مع الاجهاد واحد طبعاً. أجهد هي الاحمال هنا احنا بنتكلم على الاحمال لا لا هو الاجهاد ولا الاجهاد, الإجهاد يعني ايه إجهاد يعني ايه اجهاد واحمال؟ تمام هو ليه بنعمل احمال كتيرة ليه بقول في فتره اعداد؟ أي. الهدف منها ان انت تعمل احمال اولا لازم تعرف الموسم كله في شكله عامل ازاي؟ مم. انت هتعد لحاجه كده صغيره ولا حاجه كبيره؟ تمام فلازم تعرف شكل الموسم فاذا انت عندك جدول واضح هتعد له صح. اوكي فطبعا البدايه صح ما عندناش جدول واضح ما. لازم يبقى في جدول واضح ما عندناش جدول واضح طيب. يعني دي مشكله أوه. دي مشكله طيب يعني هنا في مشكله طبعا هنا طبعا. في مشكله خلينا نقول دي فيها مشكله فيها طبعا. مشكله ان انت لازم تبقى عارف انت ه... انت هتشتغل فتره زمنيه قد كذا انت النهارده هتمشي مشوار طويل بتملى بنزين على قد المشوار انت ه... انت هتعد ب... لاعب بني ادم هتعدوا على قد اللي هيعمله مظبوط فالاعداد البدني بتاعه ما كانش عالي ايه اللي هيحصل وده بيفسر برده ليه بعض اللاعبين الحلوين قوي او ما يجوا النادي الاهلي بيحصل لهم اصابات م. لان هم ما تمرسوش على الل 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 اللود العالي في الاهلي فمحتاج فتره تاقلم وفتره اعداد بدني عشان يقدر يواكب نفس المجهود انت يعني موجود اصابات كتير حصلت كده ايوه بيبقى اول ما يجي يتصاب وانت بتستعجب تقول خادعين هو مش خادعين هو الاعداد بتاعه في النادي بتاعه السابق غير الاعداد بتاعه اللي كان المفروض يتم عشان يجي مش احنا الموسم بيبقى فيه فتره صيفيه وفتره شتويه وحضرتك بتتكلم في تلاحق مواسم يعني ما حصلش اعداد اصلا ما حصلش راحه اساسا ما عشان يحصل اعداد, اه اعداد فبالتالي ايه اللي حصل؟ اللعيب جه ولعب واتصاب هو هو مش عنده عيب مش عنده مشكله هو جاي سليم بس هو الفكره انه لازم يتعدل للحمل اللي هيعمله فلازم تكون الاول خالص عملت له قياسات اللي قلنا عليها أيوة. عرفنا المستوى هو فين بدانا عملنا له دي ان اي انا ماسك عملنا له دي ان اي لا لا ده لسه لسه حضرتك لو في الاجهزه اللي عرضناها أيوة. لو في فرصه في اجهزه انا أيوة. في اجهزه للقياسات البدنيه موجوده وموجوده في مصر بس لازم تستخدم طيب هاجي الأجهزة بس قبل ما اروح الاجهزه حضرتك قلت لي انه الفيفا عملت عملت حاجه او عملت معينة تدريبات معينه آه. وزعتها على الاتحادات فموجوده دي عندنا بتقلل بتقلل معدل الاصابات اه اه اللجنه الاولمبيه اعتقد برضو الدوليه اللجنه الاولمبيه الدوليه بالمؤتمر الدولي بتعمله كل ثلاث سنين في اول مؤتمر عملوه قالوا هنهتم نبص على اصابه الرباط الصليبي بالذات تمام فلما عملوا اول حاجه عشان واحد يعرف معدل الاصابه قال ولا لا لازم يعمل مسحه على من غير قبل من قبل ما يعمل اي برنامج، يعمل مسحه على اللاعبين مثلا نقول هعمل مسحه سنه كامله على معدل الاصابات، عرفت معدل اصابات الرباط الصليبي. تمام. تدي التدريبات وترجع تعمل المسحه تاني تكتشف ان معدل الاصابه اقل 50%. م. ففي شكل علمي لازم يتم. اوكي. الشكل العلمي ده للاسف احنا بعيد عنه، نتمنى ان احنا ندخل فيه. نتمنى. في أوقات كتير جدا عشان أروح لجزئية الـ الـ البنية التحتية بقى إنجاز التعبير في أوقات كتير جدا كنا بنسمع مثلا إنه إصابة زي رباط الصليبي دي في أوقات يعني في أزمنة تانية مختلفة يعني من زمان كان ممكن لعيب يبطل كورة أو إنه الإصابة دي ممكن تبعد تبعده موسم كامل أو موسمين في بعض الأوقات وبعد كده ممكن يفكر يرجع مرة تانية التطور العلمي وتطور طرق العلاج والعمليات أعتقد الإصابة زي إصابة رباط صليبي ما بقتش بنفس الخطوره او بنفس الصعوبه من التعامل معها زي ما كانت زمان هل ده ده ينطبق على حاجات تانية في في تطور تكنولوجي او تطور في طرق العلاج اصبحت تخلي التعامل مع اي نوع او اي شكل من الاصابات اسهل ويخلي وقت الرجوع للملاعب اسرع من الاول بكتير بص حضرتك الابحاث العلميه ما بتبطلش يعني مثلا الرباط الصليبي بيتعمل بطريقه معينه يقولوا ان في حركه معينه وانت بتعمل كده دي فيها نقطه ضعف فنغير الطريقه اللي بناخد بيها الحاجه لما نحطها الروبوت الصليبي بناخد حاجه تانية أي. فبالتالي الابحاث ما بتنتهيش لانها بتهتم بالرياضي فاحنا عندنا دايما في تطوير والتكنولوجي دايما بتتطور يعني مثلا رباط الصليبي بيتحط بمسمار ذاتي الامتصاص جسمه بيمتص ما بتحتاجش ان انت تتدخل تاني بتاخد بطريقه معينه وتثبت بطريقه معينه الرباط الصليبي في بقى اصابات جديده اصابات في الكتف اصابات في الركبه اصابات كثيره حديثه جدت في علاجها فبالتالي بقى كانت زمان مستعصاه دلوقتي ما بقتش مستعصاه ففي طبعا طرق تكنولوجيه مع مع تطور العلاج حصل فيه تطور مهم والتكنولوجيا عندنا في مصر اب تو ديت زي ما بيقولوا يعني احنا زي بره ولا ما زال في جاب بيننا وبين بص أوروبا, أوروبا مثلا انا انا ثاني عايز نقطة بس نقطه ثانيه عشان بس الموضوع رباط صليبي اتكلمت فيه انت لو عندك ما عندكش داتا عن اللاعب ده كان بيؤدي ازاي قبل ما قبل ما يتصاب أوه. ورجعت قلت ده انا سلمته لك هو بعد ست شهور تمام زي الفول. تمام زي الفل يلا انزل العب طب هو رجع ينط كان زي ما كان بينط انت ما كنتش عندك الداتا هتعرف ازاي صحيح السرعه بتاعته قلت هتعرف ازاي الاداء بتاعه قل يعني لازم يكون في داتا موجوده عشان يبقى في قياس سليم ولازم تبقى الكترونيك عشان يبقى في قياس سليم و وحتى كمان يبقى يبقى إيه؟ نعرف ازاي نطور تمام طيب نروح لجزئيه الاجهزه كنت بسال حضرتك التكنولوجيا عندنا هنا التكنولوجيا الطبيه المتخصصه في اصابات الملاعب أه. وصل لغايه فين مقارنه بالدول لانه بنسمع عن اوقات كتير جدا لعيبه بتروح يعني النهارده النهارده بقيت بسمع دول مش مش بس اوروبا في ناس بتروح دول الخليج هل الجاب او الفجوه بيننا وبينهم كبيره ولا الدنيا في مصر عندنا بخير زي ما بيقول آه الدنيا بخير بس نشتغل يعني ده جهاز يا دكتور اللي احنا شايفينه ده, و... ده ده جهاز مثلا بيقيس القوه العضليه للركبه اه يعني واحد اهو في اول بدايه الموسم يقيس لو شفنا الجهاز اللي بعده اه نعدي كده ناخد جوله مع دكتور محمد اجهزه مختلفه الجهاز بيقعد عليه الجهاز الكمبيوتر موجود متصل بيه كل حاجه طالعه آه كمبيوترايزد طالعه بقوه العضله قد ايه اللي بعده هتلاقيه زيه آه ده مثلا بيقيس في الظهر وهتلاقي جهاز الكمبيوتر هو وراه تمام دي اجهزة اسمها ايزو كايناتكس. دي الخاصه بالقياسات اللي حضرتك قلت عليها البدنيه دي طيب. سواء قبل الممارسه او قبل كل سنه طمع. وكمان في برامج ممكن تتعمل في نص السيزون يعني بناء عليها تقدر حضرتك تحدد قدرة العضله دي او قدره اللاعب ده وعارف انه هيصاب ولا انه يلعب كام مباراه لو لاعب اكتر منهم يبقى عرضه اكتر للاصابه عنده عضلات ضعيفه في حته معينه يبقى أي. لازم اشتغل عليها طول السنه او يبقى محتاج انك انت تتكلم مع الكوتش بتاعه انه في ليه برنامج تدريبي معين خاص بيه هو صح مش صح مع الفريق صح, صح. ما ينفعش يبقى كل لاعب زي الثاني مستحيل احنا وأنا طول وحضرتك طول انا جسمي وهو جسم, جسم وانا باكل اكل وانت اكل فلازم يبقى في كنترول لكل واحد وبرنامج لكل واحد يختلف عن الثاني في اسمه آآ آآ يعني واحد بيجي بيشتغل على الاداء البدني اسمه أيوة. محمد اللي هو بيجي مدرب أحمال اه مدرب احمال أيوة. مدرب الاحمال ده لازم يشتغل مع مع الدكتور مع دكتور أيوة. الاحمال مع الدكتور او الجانب الطبي أيوة. يعني هو بياخد هو هو همزه ربط لانه في الاخر خلاص مدرب الاحمال ده ما هو الا هيعرف المشاكل فين هيعرفها ازاي مش هياخدها من المدرب هو بيدي احمال عامه ما لازم كل واحد غير, غير الثاني طبعا له برنامج غير الثاني يعني في لاعب اتصاب جات له اصابه هتتكرر تاني اذا انت ما عملتوش وما شفتش القوه بتاعته قد ايه عشان تقوي العضله بتاعته. طيب نح... نكمل جولتنا برضو نتعرف معاك على ال... على التكنولوجي <applause> ابديتس <applause> <applause> يعني warder. يعني هي آية... كلها الاجهزه زي ما حضرتك شايف ده في حاجات العمود الفقري اللي بعده اجهزه مختلفه ايوه <applause> اللي بعده <applause> نروح للصوره اللي بعدها يعني دخلنا بعد كده بقى ندخل على كمان يعني ده ط... ده يقيس طبعا الهاند في اجهزه بالانس بعد كده غير غير تقويه العضلات البالانس ده مهم قوي البالانس اتزان اتزان ده مهم واحد ما بيعرفش يتزن اوكي اللي بعده بس كلها زي ما حضرتك شايف كلها متصله الكمبيوتر الكمبيوتر أيوه. ما فيهاش اخطاء كبيره تمام والحاجه دي الحمد لله موجوده في مصر موجوده في مصر موجوده في مصر موجوده لان في مراكز جابتها بتأمل كانت انها تشغلها آه في اللي اشتغل في اللي ما اشتغلش في م. اللي بيشتغل على بعض الناس فردي ده برضو جهاز ممتاز اللي بعده راح شايف حضرتك ده يعني كل عضله في الجسم بتتقاس ده هنا الظهر اه اللي بعده كله زي يعني اتزان دي ده جهاز اتزان اه, آه. ده, ده 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 تدريبات استشفاء على جهاز تدريبات ده يعني. ده عشان الضعف عشان ما يحصلش ان انت يحصل فيه اصابات هل ده ما م... هل حد بيستخدمها؟ لا لازم في لعبة ممكن تلجا لحاجات كده اعتقد بشكل فردي كمان ده ده في العالم كله في العالم كله هتلاقي فيه لاعبين عرفوا بقى الدي ان فيت عرفوا الخلل الموجود فيه. الثقافه لسه مش موجوده قوي في مصر هنا ما عشان كده حضرتك بتادي هذا البرنامج القوي بتحاول توصل الثقافه دي ناحيه يعني القصه موجودة. مش قصه جمهور وادارات انديه لكن قصه كمان اللعيبه نفسها طبعا الثقافة ثقافه اي بدايه يعني اي بدايه في الدنيا بتبقى ثقافه كنا نجد. مره عملنا تقرير او عرضنا تقرير يعني في السادسه عن من داخل منزل كريستيانو رونالدو <سؤال> وشفنا الراجل ده عامل جوه بيته اه جايب اجهزه م. ليه هو هو بيتمرن يعني اكيد اكيد حاجات الاجهزه دي شفتها اه اه قصة مش قصه نادي قصة قصه آه رونالدو هو م. بالنسبه له كده انا ليا تب... تمريني الخاص وليا برامجي الخاصه و... وليا تدريباتي الخاصه وحاجات للتيك اوف ثقافه يعني هي قصه قصه ثقافه وناس عايزه تنجح فبتشتغل على نفسها مش مش بروح نادي اتمرن وقصه وانتهت لا ده انا برجع انا كمان بشتغل على نفسي بشكل كبير اهي جزء بقى كمان حضرتك من اللي, انا بتكلم عليه اللي هي اللجان او الحاجه اللي بتشتغل على الوقايه من الاصابات هي التوعيه آه يعني هو خد توعيه يعني خد محاضره خد ثقافه خد اديوكيشن خد توعيه اتعلم يعمل ايه ما هو ما اتعلمش لوحده احنا في دور مهم قوي لازم ثقافه زي ما بنقول للاعبين ما تاخدش الادويه الا من خلال دكاتره عشان المنشطات، لا كمان ثقافه ازاي وقايه من الاصابات، ازاي ثقافه للوقايه من الامراض اللي بتسافر افريقيا ممكن في ملاريا، في مشاكل، يعني لازم أي. في ثقافه عامه، لازم تبقى ثقافه طبيه موجوده عند اللاعبين. العمليات الجراحيه يا دكتور امتى يتم اللجوء ليها؟ وايه انواع الاصابات اللي ممكن النهارده نبقى بنعالجها في مصر من خلال اجراء عمليات او وضع برامج تاهيليه بشكل بشكل كامل؟ العمليات بنلجا لها لما يكون ضروري لازم عمليه أوه. يعني الرياضي انت اهم حاجه انك يرجع يلعب بسرعه ما هو و... القصه بين الرياضي وغير الرياضي انه انه الرياضي مطالب يرجع لاعلى مستوى يعني انا بعمل عمليه وبعالج الاصابه عشان ارجع مره ثانيه امارس الرياضه وبالتالي تبقى العض او المش... المشكله اللي حصل عني مش ماثره على الكارير بتاعي في... في مجال الرياضي فبالتالي هنا بعتقد انها نوع مختلف عن العمليات العاديه اه بس امتى تلجا لها يعني احنا انا اتذكر ان في احدى دورات الالعاب الاولمبيه كان في لاعب موجود وتم علاجه جاله كسر وبيلعب ملاكمه كابتن محمد الباز و... وتم علاجه وكسب مباريات وخد ميداليه اولمبيه وبعد كده تم عمل العمليه ايوه يعني اتخاذ اتخذ قرار العمليه مش لحظه الاصابه في الوقت المناسب لا انا سؤالي بشكل اكثر دقه مم. انه ممكن اي حد يصاب بقطع في الرباط الصليبي تمام. فهنا ممكن يلجا لاي دكتور عظيم. لا لازم مم. لازم حد متخصص متخصص في الركبه مظبوط لكن انا اقصد اقول الرياضي بقى هنا الرياضي مم. اللي مش بس عايز يعالج ركبته لكن عايز كمان ركبته تستحمل ما بعد اجراء العمليه الجراحيه ويرجع يمارس الرياضة في اعلى مستوياتها بنفس القدره مم. على التحام والجري والى اخره هل هنا بنلجا لحاجه اسمها طب رياضي ولا اي دكتور ناجح في مجال جراحات الركبه يقدر يعمل عمليه لا لازم نلجا للطب الرياضي مليون في لازم المين. نلجا لطب لازم نلجا للطب الرياضي لان هو العمليه ساعتين مم. وخرج من المستشفى ومتابعه مرتين ثلاثه وخلاص كده مش كده مش العمليه لازم في علاج طبيعي ولازم في تاهيل ومتابعه وصلت لايه؟ وعشان كده أرجع تاني هل الاختبارات كانت موجوده قبلها ولا لا اللي اتعملت؟ لو اتعملت هيبقى دخلت بقى دكتور الطب الرياضي أنه فعلا رجع ولا ما رجعش؟ واذا ما رجعش كمل وأن الفيصل الفيصل في الموضوع مم. هو العلم تمام. المعلومه في جزء حابب اتكلم مع حضرتك فيه أه. الناحيه النفسيه والذهنيه يعني يمكن الكيس دي تحديدا خاصه بالنادي الاهلي او بلاعب إيه النادي الاهلي إيه في مختلف الرياضات مش بس في كره القدم إيه آه لاعب في النادي الاهلي بالاضافه للـ للـ للامكانيه والجاهزيه البدنيه والعضليه عنده انواع من الضغط اللي بتحصل عليه طول مشوار مشاركته يعني لعيب الكرة في النادي الاهلي عليه ضغط آه عصبي اكتر بكثير من اللي موجود على اللاعب العادي لانه اولا مطالب بانه يخش في كل بطوله ينافس عليها وده لود او ستريس عصبي وفي ضغط كمان جماهيري لان يعني الجمهور ما بيسمحش بخساره لقب او خساره حتى مباراه. الناحيه النفسيه والذهنيه دي ممكن تاثر بشكل من الاشكال على الناحيه البدنيه والجسديه. ده مليون في الميه وممكن العكس الناحيه البدنيه هي اللي اثرت على ال... مش قادر يشيله جسمه فتعبان أيوه. فانا حاسس ان إيه انا تعبان ده بيبقى الجانب النفسي بتاعي انا تعبان. اه فانا انا تعبان فالاثنين مع بعض انا شفت واقع اذكرها في احدى المباريات كان كابتن اعتقد ياسر ابراهيم في مباراه الزمالك الكوره كانت قدامه واللي هي الكوره اللي داخل الجون أيوه. تخ... هو كان يقدر يطلعها يشوطها الاولانيه ولا الثانيه <applause> لا انا بتكلم انا بتكلم على الكوره اللي هو كانت الكوره كان ممكن يطلعها يطلعها يشوطها يعملها يقدر أيوه أيوه. يعمل فايه اللي حصل هنا هنا الجانب الجانب النفسي بتاعه مش 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 تا... مش مركز مم. يعني دي تدل على ان التركيز النفسي في الحته دي بالذات فده محتاج اعداد بدني نفسي يعني فعلا مجهد اجهاد تام يعني كتير من ال... سألت حاجه السؤال ده لانه مم. بقى في كتير من الانديه في اوروبا بقى بقى في دايما طبيب او خبير نفسي مع الفريق لازم واعتقد انه التعامل مع, مع الناحيه النفسيه مع فريق بينافس طول الوقت على بطولاته بيتعرض لكم كبير جدا من الضغوط بقى مهم بنفس القدر من التعامل مع الناحيه البدنيه والجسمانيه. في منتهى الاهميه عشان كده بقى دلوقتي في كمان دكتور الطب الرياضي اللي بيبقى ملاصق لو في دكتور طب رياضي انت ممكن جايب دكتور اصابات جايب آه. علاج طبيعي لكن طب رياضي او نفسي آه. طب الرياضي بيدرس الجانب النفسي. اه إزاي إزاي, ازاي ازاي يتعامل نفسيا مع ازاي يعده نفسيا آه. مع, مع مع يعني لان هو اللي بيبقى ملاصق ليه. ففي في منتهى الاهميه لازم وجود الجانب النفسي ان الجانب النفسي إعداد النفسي بدون واعداد بدني بدون اعداد نفسي كانك برضو مش هتوصل للدوافع اللي هتخليك تادي البدني العالي م. ما لازم في دوافع أي. الدوافع دي مش بتيجي داخليه هتيجي ازاي مش مش مدرب بس اللي بيجي ده أوه. لازم بيساعده حد نفسي. متخصص نفسيا اه الاصابات المتكرره وخصوصا لو كانت في نفس المكان بتبقى مشكله ايه وازاي و... ممكن ان احنا نتفادى التكرار بتاع اي اي نوع من الاصابه لها اكثر من سبب اول اول الاسباب هو طبعا لازم يتحلل يعني زي ما قلت لحضرتك في فرق بين تشخيص أيوة. فرق بين اصابه تتحلل ايه سبب الاصابه لو كان اصابه سببها اداؤه هو او غلطته بيتعلم أيوة. لو كان سببها أ... 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 سببها انه ما, ما... ما... ما رجعش لمستواه من الاول فرجع نزل لعب تاني انت ما عندكش الاختبارات اللي قلنا عليها اللي تعرف كان مستواه ايه ورجع ليه فهتتكرر تاني الاصابه مم. يعني انت ما اديتوش فتره العلاج الكافيه او ما اديتوش العلاج المناسب ايوه ممكن يكون كده الفتره اللي تكفي لعلاج حاله معينه مش بالضروره تبقى هي نفس الفتره الكافيه لعلاج حاله اخرى ومش نفس الاصابه اللي تيجي لده هي نفس الفترة نفس الإصابة ده الإصابة تيجي تختلف ده. من واحد لواحد طبعا امتى احكم على اصابه بانها اصابه مزمنه ايه تعريف الاصابه المزمنه تحديدا وامتى اقدر اقول على ان الاصابه دي عند لاعب معين هي اصابه مزمنه تعريف الاصابه المزمنه هي الاصابه اللي اللي بتعمل آآ آآ حاجه دائمه موجوده يعني أوه. بمعنى واحد عنده خشونه ده اسمه مرض مزمن واحد عنده خشونه ده اسمه, اسمه مرض مزمن ممكن نعالج بقى الالام نعالج نقلل الالام الاعراض الاعراض لكن, لكن في امراض مزمنه وفي من ضمن الاصابات برضو في اصابات مزمنة. نتيجه ايه الاوفر يوز استخدام أوكي. يعني واحد على طول عمال ينط نفس النطه بس ايه عند النطه رقم 100 جاله شرخ اجهادي أي. نط كتير يعني فبالتالي أي. لازم له فتره راحه ما بياخدش فتره راحه على فكره حضرتك الراحه ممكن تبقى فيه دايما راحه كل اسبوع أو 10 ايام وان داي بس هجاوب في الراحات لان الراحات دي بالنسبه للجمهور الاهلي كانت علامات استفهام وفي كتير بيحملوا الراحات اللي هي اللي بين المباريات بين الماتشات اسباب تراجع المستوى البدني واسباب كثره الاصابات هل ده حقيقي ولا شيء ملوش اساس من الناحيه العلميه يعني هل ده حقيقي ولا مالوش بس عايز اكمل بس الاول حته الاصابات المزمنه فالاصابات المزمنه آآ آآ لو حد جاله مثلا قطع كبير في عضله وما عالجهاش ما هتفضل مقطوعه ما انت تايش. ما عالجتهاش العلاج ما تمش صح اه. لكن لو الراحه وحدها لا تكفي لا لا, لا, ولا لا, لا, لا لو في جاب ومسافه وقطع لا طبعا ايه قصه البلازما اللي بقيت موضوع الحقن بالبلازما صح ده, صح ده صح كتير مظبوط مظبوط حقن بالبلازما يكون القطع جزئي فبنحن البلازما عشان تنشط الدوره الدمويه في المكان تاني. طبعًا. يعني البلازما دي بتبقى غنيه بصفائح الدمويه ودي بتبقى فيها حاجه اسمها بنسميها جروس فاكتورز يعني عوامل بتنمو نمو, نمو. نمو. فبتساعد على الالتئام وان المكان يرجع لشكله الطبيعي تاني. أي. حتى لدرجه ان كانت البلازما دي في زمان دخلت في المنشطات <applause> وبعدين بعد فتره لما لقوها انها بقت اسلوب علاجي معتبر يعني لغوه لغوها, لغوها لغوها من من جدول المنشطات, من المنشطات في جزئيه ثانيه مرتبطه باصابات يعني في انواع معينه من اصابات الملاعب ممكن يطلق عليها اصابات مزمنه بمعنى واحد مثلا عنده مشكله في العضله الخلفيه تتكرر اصابه مره واثنين وثلاثه هل اقدر اقيم الحاله دي او اقول على الحاله دي انها اصابه آه مزمنه اه بتحتاج تقييم ممكن تبقى اصابه مزمنه زي ما قلت لحضرتك ده مش شد عضلي ده اصلا لو شد عضلي له آه علاج

لو بس لازم نعرف الاسباب احنا قلنا فرق بين التشخيص وبين بين وبين الاصابه احنا اذا كانت المقدمات مظبوطه زي ما حضرتك قلت م. يبقى بعد كده قدرتي على التشخيص وقدرتي على العلاج وقدرتي والمتابعة. على السرعة والمتابعة, والمتابعه اسهل بكتير جدا كيس باي كيس ده حلقة ده, حلقة ده, حلقة. ده عرفته رجع لمستوى لا ده اتحسن كمان طيب. بالقياسات القياسات ده ده خلاص كده ده, ده ينزل السرعه بتاعته اكتر النط بتاعه اكتر القوه العضليه بتاعته احسن خلاص يعني كده ده في 100% رجع كيرف ممارسه او قدره العضله على ممارسه نفس النشاط بـ 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 باعلى مستوياتها، هل ده مرتبط بفترات راحه؟ حضرتك قلت لي مثلا بره عشر 10 شهور وبعد كده شهرين راحه سلبيه واعداد لاستقبال الموسم الجديد هل لو في وسط الموسم المستوى بتاع الاداء البدني وصل لاعلى مستوياته وجيت بعدها اديت فتره راحه مثلا 10 ايام وبعد كده رجعت مره ثانيه بالكيرف الاعلى مستوياته وبعدين جيت اديت بعدها راحه باسبوع هل ده ممكن امر ياثر سلبا على قدرات البدنيه ولا ممكن ياثر ايجابا بص هو لازم اول حاجه نعرف ان الراحات في راحه اسمها راحه كل سبعة ايام او 10 ايام يوم مم. بس دي راحه ايجابيه في فرق أي. راحه ايجابيه وراحه سلبيه سلبية أوه. ده مبطل ايجابيه سلبية يعني بطل. ممكن بيعمل أي. تدريبات معينه وحاجات معينه ثانيه ينزل يعوم ينزل يعني حاجات اخرى بيعمل بس بيحافظ على اللياقه البدنيه بتاعته بس له يو يوم في الاسبوع له يوم في او الأسبوع. كل 10 ايام هل ده بيتم الله اعلم انا ما اعرفش انا انا بقول ده ده لازم العالم أوه. ماشي كده سريعا جدا لغايه لما يبقى لي فرصه ان انا اتشرف بلقاء حضرتك وادخل في تفاصيل اكتر <applause> الروشته لو حضرتك بتدي نصائح لكل المنظومه الرياضيه في مصر النهارده فيما يتعلق بالطب الرياضي اهم نصيحتين او ثلاث نصائح تحب توجهها. اول حاجه عمل لجان يعني انشاء لجان للوقايه من الاصابات بشكل علمي بتحلل الاصابه وبتشوفها و وكمان بتجيب الاجهزه اللي هي عشان تعمل البري بارتيسيبيشن اكزاميشن اللي هي اختبارات قبل ممارسه قبل الممارسة. الممارسه او او لاعب جديد جاي وكمان بتعملها قبل بدايه المواسم وبتعملها في نص الموسم لبعض الناس وفي الاصابات فده في منتهى الاهميه انشاء برنامج الكتروني آآ آآ فايل طبي للاعبين بيشمل فيه كل الداتا عملنا التحاليل بتتحط تحليل دي ان اي فيت او غيره بتتحط كل حاجه فعندك فايل كامل لكل لاعب ريفرنس تقدر تقدر يتشاف ففي دلوقتي انت في فتره هتعمل احسن اعداد ان كل لاعب هيبقى يختلف عن الثاني فده في منتهى الاهميه، الحاجه الاخيره اتمنى الانديه تخش فيها تستعين ببعض الاساتذه في الجامعات انها تعمل معاهم ابحاث علميه ل... 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 لعمل منظومه لوقايه من الاصابات والامراض. استاذ دكتور محمد يحيى رئيس قسم جراحه العظام والطب الرياضي بكليه طب جامعه الازهر شرفتنا ونورتنا في السادسه بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك واتمنى ان وقت حضرتك يسمح يكون لنا لقاءات تانية لأن الموضوع الحقيقي في منتهى الأهمية وفي كتير من الرسائل اللي يمكن ما تكونش واضحة على مستوى الطب الرياضي في أوقات كتيرة جدا كانت بتطرح تساؤلات عليها جماهير الكرة خصوصا في النادي الأهلي وأعتقد أن حضرتك اديتنا جزء كبير جدا من أهم الإجابات لكن بإذن الله يكون الحديث بقية مع حضرتك إن شاء الله أنا اتشرفت بحضرتك وبالبرنامج الجميل ده مع كل الشكر لدكتور محمد يحيى شرفتنا ونورتنا وكل الشكر لحضراتكم على المتابعة وبكرة إن شاء الله يتجدد لقائنا على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لحضراتكم